أن الله عز وجل قد أوجب على العباد محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل وتقديمها على محبة الوالد والولد والناس أجمعين، بل على محبة النفس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولما قال عمر رضي الله عنه، والحديث في صحيح البخاري: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر: والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي، قال: الآن يا عمر. فهذه المحبة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على العباد لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين،